وللوقوف عند آخر التطورات الميدانية والأمنية تنضم إلينا من القدس مراسلة الحدث الزميلة لانا كولجاسي. أهلا بك لانا في هذا اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة بعد الاعتقالات والمداهمات التي تبعناها في الضفة الغربية. يبدو أن القدس أيضا تتعرض بدورها، مجموعة من القوات الإسرائيلية تدخل مدينة البيرة. التفاصيل الأوفى لديك. أهلا بك. بالفعل نتحدث عن حملة اعتقالات، يعني من المقرر أنها كانت قد بدأت منذ بداية 7 أكتوبر، وحتى هذه اللحظات يعني نتحدث بالفعل عن حملة اعتقالات واسعة وشرسة في الضفة الغربية وأيضا في القدس البيرة. هي بطبيعة الحال في الضفة الغربية المحتلة، وهي لم تقتصر فقط حملة الاعتقالات على تلك المنطقة. نتحدث عن مدينة نابلس، جنين، رام الله وعدد كبير من المواقع، وحتى في القدس كان هناك حملة اعتقالات كبيرة وكبيرة جدا. أيضا بالأمس كما تفضلت كنا قد شاهدنا انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية في مدينة القدس، في حي بيت صفافة، في بيت حنينة وعدد من المواقع بسبب إطلاق سراح عدد من الفلسطينيات. تتحدث أن بالأمس تم إطلاق 39 منهم، ولكن كانوا يضمون 11 من الأسيرات والأطفال من مدينة القدس، لذلك كان هناك انتشار كبير للقوات الإسرائيلية في عدد من المواقع بالقرب أو أمام حتى منازل الأسيرات والأطفال التي تم الإفراج عنهم. القوات الإسرائيلية قامت أيضا بمداهمة عدد من هؤلاء المنازل. نتحدث أيضا بالأمس كانت القوات الإسرائيلية في حي بيت حنينة أمام منزل أيضا أحد الأسيرات أماني الحشيم، وقامت القوات الإسرائيلية بمداهمة منزلها وحتى قامت بمصادرة الحلويات التي تتواجد في المنزل، خاصة بأن القوات الإسرائيلية كانت قد منعت أي بوادر احتفال بخروج الأسيرات. وهذا أيضا كان محاول أن تنطبق على الضفة الغربية، ولكن في الضفة داخل المدن كان هناك بالفعل احتفالات نوعا ما كبيرة بخروج الأسيرات والأطفال من السجون الإسرائيلية. اليوم القوات الإسرائيلية كانت قد أو حتى بالأمس كانت قد استلمت قائمة أسماء الأسرى الإسرائيلية الذي من المقرر أن يتم الإفراج عنهم في الدفعة الثانية. بالأمس الدفعة الأولى كانت قد يعني انتهت بالتزام الجانبين بجميع الشروط، وأيضا اليوم حتى هذه الساعات هناك التزام تام من قبل الجانب الإسرائيلي وأيضا من قبل حركة حماس، ومن المقرر أن يتم تنفيذ إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين بنفس الترتيبات التي أيضا شهدناها بالأمس. في سياق حديثك لانا عن تبادل الأسرى، هناك لائحة تم الحديث عنها بالنسبة للأسرى الإسرائيليين، ماذا عن الأسرى الفلسطينيين؟ هل هناك من لائحة أسماء؟ منذ بداية الحديث عن هذه الهدنة والصفقة الجزئية لتبادل الأسرى كان هناك انتشار لقائمة تضم 300 من الأسيرات والأطفال، وحتى بينهم أيضا أطفال دون 19 من العمر. ويعني بالأمس كان هناك أيضا انتشار للقائمة التي سوف تضم 39. حتى هذه اللحظات يعني لم يكن هناك أسماء معلنة بشكل واضح عن القائمة التي سوف يتم إخراجها أو إطلاق سراحها اليوم من الأسرى الفلسطينيات من السجون الإسرائيلية، ولكن مكتب بنيامين نتنياهو كان قد استلم قائمة الأسرى الإسرائيليين الذي من المقرر أن يتم إطلاق سراحهم اليوم من قطاع غزة، ويتم تسليمهم حسب الترتيبات كما تفضلنا قبل قليل نفس الترتيبات التي شهدناها أيضا بالأمس. كيف انعكست أجواء الهدنة لليوم الثاني على أهالي القدس والضفة الغربية لانا؟ الشارع الفلسطيني بشكل عام هو مؤيد أيضا لهذه الهدنة، خاصة بعد القصف العنيف والتوغلات البرية العنيفة التي شهدناها، ما أدى إلى ارتقاء آلاف من الفلسطينيين، وبالتالي هذه ربما تكون فرصة أو فسحة لحتى الفلسطينيين في قطاع غزة من أخذ أنفاسهم وأيضا محاولة الذهاب إلى منازلهم لتفقدها. شاهدنا أيضا فيديوهات قاسية وقاسية جدا للمنازل المدمرة
أحياء بكاملها مدمرة. حتى أيضا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل كان قد أكد بأنه يطالب قطاع غزة أو يطالب الفلسطينيين المدنيين في القطاع عدم التوجه للمناطق الشمالية ويحثهم بالنزوح إلى الجنوب والبقاء في تلك المناطق، الابتعاد أيضا عن الحدود والابتعاد عن الشاطئ نظرا لتواجد أيضا الآليات العسكرية والدبابات في بعض من المناطق. نشكرك لمشاركتنا كل هذه المعلومات من القدس. كانت معنا مراسلة الحدث الزميلة لانا كولغاسي.